أكد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على أهمية مواصلة تعزيز الصورة المشرفة لكرة القدم البحرينية ببطولة كأس الخليج العربية 25 التي ستحتضنها مدينة البصرة العراقية من 16 إلى 19 من يناير الجاري، بعدما أحرز منتخبنا اللقب لأول مرة في تاريخه من النسخة الماضية خليجي 24. جاء ذلك لدى زيارة سموه مساء أمس للميران الأخير للمنتخب الأول لكرة القدم على استاد النادي الأهلي قبل مغادرته إلى العراق للمشاركة في خليجي 25. وشهد سموه التدريبات المنتخب الأول لكرة القدم، ثم التقى سموه مع اللاعبين ونقل لهم تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وحث سموه لاعبي المنتخب على تقديم أفضل ما لديهم والسعي للمحافظة على اللقب وتعزيز الصورة المشرفة للرياضة البحرينية وترك بصمة إيجابية لرفع راية الوطن في هذا المحفل الخليجي الهام، خصوصا وأن منتخبنا يدخل البطولة بصفته حامل اللقب وهو ما يستدعي مضاعفة الجهود. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة: نتطلع منكم التمثيل المشرف بعد الظهور المتميز في خليج 24، وأن تكونوا خير سفراء للوطن عبر ترسيخ المبادئ والقيم الرياضية السامية المتمثلة في التعاون والإخاء والمحبة التي تتماشى مع توجهات مملكة البحرين وقيادتها. وأكد سموه أن بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم تحمل خصوصية لدى كل أبناء دول مجلس التعاون والعراق واليمن لما لها من أبعاد تتجاوز حدود التنافس داخل الملعب، لكونها بطولة تساهم في تعزيز العلاقات الأخوية مع أبناء الوطن الخليجي الواحد، علاوة على المكاسب الأخرى المتمثلة في تأهيل اللاعبين والمدربين والحكام والإداريين لخوض المنافسات الإقليمية والقارية والدولية. وقد ساهمت البطولة في تطوير اللعبة على كافة الأصعدة والمستويات. وحفز سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة اللاعبين على التميز وتقديم أرفع درجات العطاء لعكس الصورة المميزة عن كرة القدم البحرينية وما تشهده من تطور، معربا سموه عن تمنياته للمنتخب بتحقيق أفضل النتائج والمنافسة بقوة على اللقب. كما تمنى سموه لجمهورية العراق الشقيق التوفيق والنجاح في استضافة نسخة مميزة من البطولة. انتوا الابطال، انتوا ابطال الخليج من اخر نسخه، فعارفين شو تسوون وعارفين شو تأدون عشان تفوزون في البطوله بعد، ومو بغريبه عليكم انتوا كفريق واحد وكلكم لكم مستواكم وكلكم ادائكم ممتاز والمدربين مو مقصرين والجهاز الفني مو مقصر، بس اللي نبغي منكم ان شاء الله الكاس مره ثانيه وانتوا قدها ان شاء الله يا اخوان، وإن شاء الله تجيبون الكاس وفالكم الخير إن شاء الله، فالكم الذهب يا أخوان. اليوم شرفنا سمو الشيخ خالد محمد حضور التمرين، وهذا أكبر داعم للفريق ولنا إحنا كاتحاد بحريني قبل المشاركة إن شاء الله ومغادرة الفريق غدا إن شاء الله، وهذه دلالة على اهتمام القيادة الرشيدة قيادة سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم سيدي سمو ولي العهد الأمين، كذلك سمو الشيخ ناصر محمد، لوجود الشيخ خالد اليوم دافع كبير للاعبين لبذل الجهد لتشريف مملكة البحرين في بطولة الخليج 25. لا شك أنهم كفريق سيكون حامل اللقب وعليهم مسؤولية كبيرة في إظهار منتخب بحريني بالشكل الذي يليق بالسمعة التي كسبناها في الفترة الأخيرة، وسموه وجه اللاعبين بكلمات معنوية كبيرة وعالية، وأعتقد اللاعبين على قدر المسؤولية، الجهازين الفني والإداري على قدر الجاهزية إن شاء الله لخوض قمار هذه البطولة. أطلقنا حملة إعلامية مع الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم
لدعم المنتخب الأول في كأس الخليج، وهاي تأتي بتوجيهات من سمو الشيخ خالد بن حمد لدعم المنتخب ولمحافظة على اللقب للمرة الثانية. وطبعا نتمنى كل التوفيق للأحمر وفولكم الذهب. اليوم طبعا تشريف للرياضة، تشريف للاعبين، تشريف لنا كلنا حضور سمو الشيخ خالد بن حمد وإطلاق حملة فالكم الذهب إن شاء الله، ونعود بكأس الخليج مرة ثانية للمملكة. وهذه بالنسبة لنا احنا حضور اليوم وسام لنا كلنا، على أساس أن احنا نأدي واجبنا وعلى أكمل وجه، وتكلل كل الجهود هذه بالنجاح.